حتة في الملعب حرفيا. بكل بساطة عبقرية مكوينا انه بيجيد اللعب في كل مراكز الوسط، إجادة تامة، وده اللي بيديله أفضلية كبيرة جدا وسحر داخل الملعب، وبيديله امتيازات عن باقي الخصوم. فتخيل معايا لو عندك دبل أيت على الدايرة بمواصفات إمام عاشور ومكوينا. انت لو جيت قلتلي ان مكوينا ممكن يجي النادي الاهلي هقولك مستحيل، دول الناس رفضوا ان هم يدوني جاستون سيرينو وهو عنده 30 سنة. لكن لو تعرف ان اللاعب يتبقى في عقده سنة واحدة فقط ويقدر ان هو يمضي لأي فريق في الصيف المقبل، هنا الكلام يختلف. لكن تعال معايا كده، تخيل لما يكون عندك المثلث المرعب، ماذا لو تواجد مكوينا في خط وسط الاهلي بجوار امام عاشور وخلفهم مروان عطية؟ تخيل معايا كده الثلاثي ده. مكوينا عنده 27 سنة وبيقدم مستويات عظيمة خلال الفترة الأخيرة. مكوينا طوله 1.76 متر سنتي، وبيلعب بقدمه اليمنى، ومركزه الأساسي هو يعني بيلعب على الدايرة، وقيمته التسويقية 2,200,000 يورو. خلينا أقولك إن إحنا بنتكلم عن لاعب بيمتلك إمكانيات وقدرات. لو تواجد جنب إمام عاشور في خط وسط النادي الأهلي، فكل واحد فينا لازم يلبس بدلة وكرافتة عشان يستعد للسيرك اللي هيشوفه في كل مباراة للنادي الأهلي. تيبو مكوينا لاعب الورك ريلت بتاعه، يعني لاعب يعني الكواليتي بتاعه عالي جدا، وبيلعب في كل مراكز الوسط. إذا كنت بتحب ديانج علشان هو ما شاء الله مجهوده البدني الوافر وجري في كل حتة في الملعب، فخلينا أقولك إن مكوينا يقدر يديلك نفس الأداء. ولو أنت بتحب مروان عطية علشان افتكاك الكروات وعمل التاكلينج وإجاداته في الرقم 6، فاسمح لأقولك إن مكوينا أيضا بيجيد اللعب في الرقم 6 لفترات طويلة في المركز ده. وكمان هو عنده القدرات على تغطية المساحات واللافتة وربط الملعب وحاجات كتيرة. اما بقى لو انت شايف ان امام عاشور ما شاء الله عليه بيتحرك في كل شبر في الملعب وبيعمل تمريرات كاسرة للخطوط وبيتحكم في رتم اللعب، اسمح لأقولك ان مكوينا لاعب رائع بيعمل التمريرات الكاسرة للخطوط، وعنده القدرة على الاستلام والتسلم، وبيقدر يعمل يعني الدربل العالي وكل شيء تقريبا. ده غير بقى ان هو منصة صواريخ مرعبة ما شاء الله، مش بس وهو متواجد في سان داونز، لا كمان من ساعة ما كان متواجد في سوبر سبورت، لاعب بيصوب من كل حتة في الملعب حرفيا. وهنروح بعيد ليه؟ ما هو مسجل فينا هدف مدوي من بره 18 في مباراة الخمسة. ده غير بقى اجادته التامة للكرات الثابتة اللي احنا عندنا اصلا مشكلة كبيرة فيها. اما بقى على صعيد الاهداف، فمكوينا مسجل في الموسم الحالي مع سان داونز هدفين وصانع هدف، ومع جنوب افريقيا مسجل هدف رائع في المغرب وعامل اسيست. لكن لما كان متواجد مع سوبر سبورت قبل ما يروح لسان داونز، كان معدل التهديف والصناعة اعلى، يعني في موسم 2021 كان مسجل 3 اهداف وصانع 7، الموسم اللي قبله مسجل 4 وصانع 3، وكل ده وهو بيلعب في الرقم 8. اما بقى على صعيد الشخصية داخل الملعب، فاحنا بنتكلم في لاعب بيظهر بشكل كبير في المباريات الكبيرة، واديك شايف مستواه في امم افريقيا اللي فاتت وقبل كده في المباريات الافريقية. وامام النادي الاهلي لاعب بيعمل كل حاجة حرفيا في الملعب، وبيقوم بكل الادوار التكتيكية داخل الملعب. تعال بقى نروح لاهمية مكوينا لو تواجد داخل النادي الاهلي. خلينا اقولك في البداية انه زي ما انت عارف، اي فريق كبير وفريق بطولة بيكون ليه قوام اساسي صحيح، انه بيكون في بعض التغييرات لكن القوام الاساسي بيكون ثابت بنسبة كبيرة.
القوام الأساسي للنادي الأهلي في خط الوسط هو مروان عطية وإمام عاشور بالنسبة للمركز ده، ورقم 8 التاني. الرقم التاني بقى اللي هو رقم 8، فده صداع دائم في رأس كولر، وده هتلاقيه بيتغير بشكل مستمر. وعلشان تبقى عارف ان ديانج بعيد كل البعد عن حسابات كولر، ومستهدف ايضا من بعض الأندية الخارجية، وده للعديد من الأسباب، أهمها إن هو ليه أدوار معينة ما شاء الله كاسحة ألغام، وبيغطي مساحات وبيضغط ضغط عالي وحاجات كتيرة، لكن في المقابل عنده مشاكل كبيرة جدا في الاستلام والتسلم، والاستلام تحت ضغط، والحاجات اللي هي بيحتاجها المركز ده تحديدا، وخصوصا مع خطة كولر الحالية. تاني حاجة بقى إن هو لاعب أجنبي واخد مكان في الفريق، فانت يعني تقدر ان انت تبيعه وتجيب مكانه لاعب زي مكوينا. طبعا الكلام ده بعيد كل البعد عن العواطف، انا بحب ديانج، وكل حاجة انا بناقشك فيها على فكرة، انا بناقش الفكر وفكر كولر وفكر الجزء التكتيكي داخل دماغ كولر. كولر تحديدا هو عاوز مين، مكان مين، ومين يمشي ومين يقعد، والكلام ده كله. طب ايه اللي يحصل بقى لو تواجد مكوينا بجوار امام عاشور في خط الوسط؟ تعال اقول لك. رقم واحد، هيكون عندك دبل يعني قايت على الدايرة، الاتنين بمواصفات وكواليتي عالي جدا، الاتنين يقدروا يستلموا تحت ضغط، وايضا عندهم المراوغات عظيمة ما شاء الله، وبيعملوا كمان تمريرات كاسرة للخطوط. مش بس هتكون بتعتمد على امام عاشور فقط في صناعة اللعب، لا، هيكون عندك اكتر من حل واكتر من فرصة داخل الملعب. امام عاشور اللي فيتوريا ما كانش بيلعبه، تمام، اللي ما كانش بيلعبه واللي نزل كسر الدنيا في امم افريقيا، ولما اتصاب ما كناش عارفين لاعب مكانه. ما علينا، تمام. ما شاء الله مكوينا منصات صواريخ، امام عاشور منصات صواريخ، بيقدروا يسوبوا من خارج ال 18 وعندهم كل الحلول. ده غير بقى ان مكوينا بيجود في اللعب في كل مراكز الوسط اجادة تامة زي ما قلت لك، تمام. هو يعمل يعني ممكن يعمل السويتش مع امام عاشور بكل اريحية، وايضا لو مروان عطية زاد فيقدر يغطي مكانه لانه بيلعب تمام بشكل كويس جدا في المكان ده، وكمان بيقدر ان هو يتطرف ويخش كمان ال 18. يا فندم، مواصفات لاعب خارق ما شاء الله. النقطة الأهم ان هو خريج مدرسة سان داونز، المدرسة اللي خرجت بيرسي تاو، وزي ما اتكلمنا قبل كده ان هو تكتيكيا بيكون عالي قوي، ان اي لاعب بيلعب في سان داونز بيكون تكتيكيا عالي جدا، فده يفيدك في الأدوار المركبة، وأيضا في تغيير طريقة اللعب الجزئية. الجزئية اللي بعد كده إن هو يعني لاعب متكامل. ليه أنا بقول لك إن هو لاعب متكامل، وليه بقول لك إنه عاوز مكوينة تحديدا، وعمال أرسم أحلام وحاجات كتيرة؟ لأن هو بيتفوق على إمام عاشور في بعض الأمور، وإمام عاشور بيتفوق عليه في بعض الأمور التانية. بالنسبة لمكوينا ان هو افضل دفاعيا، وانت عارف ان كولر بيلعب امام عاشور لاعب حر بنسبة كبيرة، وبيتحرك في كل شبر في الملعب، فبالتالي انت عايز رقم 8. الثنائي يكون ملتزم الى حد ما، مش يعني التزام كل، لكن الى حد ما يكون عندك التزام تكتيكي، فما بالك بقى ان انت هتجيب واحد عنده التزام تكتيكي وبيعرف يدافع وايضا بيعرف يزيد وكمان يعمل لك التمريرات الكاسرة للخطوط، فما شاء الله ده اسمه التكامل. تاني حاجة بقى في اخوك مكوينا متفوق فيها على امام عاشور ان هو بيقدر يلعب بدماغه بشكل كويس جدا، وعلشان كده بقول لك من افضل لاعبي الوسط في القارة. اخر حاجة عندنا بقى هو السؤال الاهم، هل النادي الاهلي يقدر يجيب لنا مكوينا؟ هل النادي الاهلي يقدر يفوض مكوينا؟ الاجابة القاطعة نعم ولا. نعم ممكن الاهلي يجيبه عشان فاضل له سنة، لا الاهلي مش بيفوض. طب ايه اللي هيحصل؟ الوكيل بتاعه هو شركة فوتبول فيرست، وهي المسؤولة عن تسويقه، وهو اللاعب يعني تابع ليها بقاله السنة ومتبقي له سنة واحدة في سان داونز، فهي يعني ممكن تعمل حاجة من الاتنين،
يا إما تسوق اللاعب بشكل جيد، يا إما في المقابل هي بتحاول إن هي تضغط على سان داونز علشان يديله عرض ومرتب مالي كبير جدا. لكن سواء ده أو ده، فدي حاجة عظيمة جدا إن أنت تقدر إن أنت تروح للاعب نفسه. سيبك من سان داونز، يعني مش هيبيع لك اللاعب أبدا، لكن أنت روح للاعب نفسه اضغط عليه تمام وغريب بمرتب كبير. انت كده كده مش هتدفع فيه الرقم الكبير ده، ان انت هتجيب لاعب بالمواصفات دي لان هو شبه حر. فانت احصل على توقيع اللاعب وبعد كده روح لسان داونز في الصيف، هيتبقى له 6 شهور. فيعني احب اقول لك ان مكوينا لاعب من طراز كبير، فرصة عظيمة جدا للنادي الاهلي ان هو تمام ينقض على الصفقة السوبر بكل ما تحمله الكلمة من معدة. ما تنساش ان انت عندك يعني 2025 بأمر الله تعالى عندك كأس العالم للأندية وانت الدنيا كلها يعني مستنياها، فانت لازم يكون عندك تعزيزات كبيرة جدا. واعتقد ان اللاعب ده يليق بالنادي الاهلي قولا واحدا. قول لي بقى من وجهة نظرك رأيك في مكوينة، وهل ممكن يجي النادي الاهلي وفقا للسيناريو يعني اللي انا قلت لك عليه ولا لا؟ ما تنساش ان انت تدعي لاخواتنا في فلسطين. اشوفك على خير في الحلقة الجاية، مع السلامة.